بلام مين؟ فاير بانش. فاير بانش؟ يا السيم مانجا كات ميد تشينسو مان. تعرفها انت دي؟ تشينسو مان اعرف تشينسو مان. لا اعرف. انا جايب لك واحد بيعرف حاجات انت ما بتعرفهاش. ماشي ماشي. سبيك فيكشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من دور ال 16 السينمائي. تحدي جديد، في مقدمات كتير عايز اقولها، بس قبل ما نبتدي في المقدمات كالعاده عاوز ارحب بضيوفنا. ضيفنا اللي بيظهر معانا لاول مره في دور ال 16 محمد محمود مهدي، للي ما يعرفش محمد يبقى ابني وموجود في مصر لفتره من الزمن مش طويله قوي، وقلنا نستغل هذا الموضوع في ان احنا نعمل نوع من انواع الواسطه والمحسوبيه ونقدمه على للناس بالعافيه ونفرصه وتوريث والحاجات اللي انتوا عايزينها دي كلها. وكالعاده مستر محمود اسماعيل الجامد، السلام عليكم، شكرا على هذه الاستضافه الجميله. حاسس ان انا عايش هنا وبقالي كتير وانا مستمتع. يا باشا بيتك ومطرحك هو ده الطبيعي، غير كده هو اللي ما بقاش شيء طبيعي. ثانك يو شكرا شكرا شكرا. توريث از ذا وورد ذي ويل يوز. ليه؟ I'm not gonna say what the word is coming to mind. لا مش فاهم، بفهمني بعد التصوير بقى. اوكي ماشي ماشي. مستر محمود هنلعب ايه النهارده؟ افضل فيلم بيكسار. افضل فيلم من بيكسار، مش ديزني بشكل عام، مش انيميشن بشكل عام، بيكسار بالتحديد. مقدمات الحاجات اللي عايز اقولها كالعاده يا جماعه، المره اللي فاتت اتكلمنا كتير على ان لسه التصوير ده في اوله، جوده الكاميرا، جوده الصوت، جوده الاضاءه، امور لسه ان شاء الله باذن الله تتحسن مع الوقت وتبقى افضل من كده. والتصوير ده نفس اليوم، يعني احنا خلصنا التصوير ده ودخلنا في التصوير ده، فاي دروس مستفاده من التعليقات حضراتكم قلتوها لنا في الحلقه اللي فاتت احنا لسه ما اتعلمناهاش ولسه ما استفدناش منها، هتلاقوا نفس العيوب موجوده في الفيديو ده، فان شاء الله باذن الله نعرف نعيش معاها اكتر من كده. اعشق الصراحه. تنبيه خاص لمستر محمد، هنخف انجليزي على قد ما نقدر، هحاول. وده يعني وانا بقوله لك كده، ده تنبيه لمستر محمود برضه، بس هو عارفه كويس، يعني المفترض ان هو يفضل فاكره هذه المره. جميل. البيكسار موفيز اللي احنا هنلعب عليها دور ال 16 المره دي، الاختيار بتاعها كان لان دي الارضيه المتشاركه ما بيننا، يعني في نوعيات كتير من الافلام ممكن نتكلم فيها انا ومحمود، محمد ممكن ما ينفعش يتكلم فيها معانا، حاجات اتكلم فيها انا ومحمد، محمود ما ينفعش يتكلم فيها معانا، وحاجات كتير ما بين محمد ومحمود انا ما ينفعش اتكلم فيها معاهم. هما اصلا عمالين يتكلموا انيمي ومانجا وحاجات بالطريقه ديت وانا كنت قاعد بطبق الورق مين وايل، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع. نحب نفكر الناس باللايكس بعد اذنكم، وان احنا نبص على اللينكات اللي موجوده تحت بتاعه القناه بتاعه محمود، واحنا نحط لك لينك الانستجرام بتاعك ولا حاجه. ماشي. هتعمل كونتنت؟ بحاول بس برضه ريفيو ماي هيرو اكاديمي عشان بيك فيكشن بالنسبه لي. مش انت قاعد هناك انت بتتفرج على حاجات كتير هناك وبتقرا حاجات كتير هناك صح؟ ماشي. وسايب المذاكره مش مهم، اعمل بقى محتوى منها وانت قاعد هناك طالما يعني كده. هنشوف. ماشي. هنبتدي بالقرعه وهنكمل التقليد الجديد اللي احنا قلناه بتاع ان كل واحد هيكتب هو متوقع مين اللي هيكسب او هو عاوز مين هيكسب او عاوز يلعب على ان مين اللي هيكسب. محمد انت ضيفنا، اسحب لنا اول ماتش. بسم الله. عيب جدا ان الاستاذ محمد يكون ضيفنا. انا في ضيف. في حدود الاستوديو انت صاحب بيته وهو ضيف. ده حقيقي. الله يبارك لكم. انت بتعمل ايه؟ انت لازم تفتح هما الاثنين. يلا يا عم يا عمي. بسم الله. اوكي. طلعوا ايه؟ توي ستوري 2 وابجز لايف. توي ستوري 2 وابجز لايف 1998 1999. انا اللي هسحب المباراه اللي بعدها؟ يس. هو في اثنين جم في ايديهم. تمام. طلع معايا راتاتوي. ومعايا توي ستوري 3. رائع. 2010. افلام بيكسار يا جماعه لما جينا نحصرها طلعوا كتير، طلعوا اكتر من 30 موفي صح؟ فاستثنينا حاجات لبعض القواعد اللي ليها دعوه بالجوده وبتاع، يعني في حاجات قلنا مش هيبقى لها مكان معانا قوي زي افلام فايندنج دوري على سبيل المثال، كارز 2 و3، حاجات زي كده قلنا لا دي مش هيبقى لها مكان معانا وخرجناها من الصوره. يلا بينا. الماتش اللي معاك ايه؟ انسايد اوت 2015. واحد من الحاجات الجديدة نسبيا. كوكو. كوكو 2017. اوكي. محمد اسحب انت دي عقبال ما اشوف التكييف ماله رجع يخبط في البتاع. كملوا عادي احنا بنصور. جميل. مونسترز انك 2001، كارز 2006. يا عيني. That's a very. هو الدور عليك المفروض بس ماشي. لا كملوا انتوا كملوا انتوا ما تعطلوش. ماشي. Onward 2020. اوكي.
فيلم نزل قبل الجائحه يا دوبك. اب 2009 بعين انور. يا عيني جو فورس. جو فورس. سول 2020. سول كان 2020 دام. وتوي ستوري 1995. 1995. الله انتوا وصلتوا. ايه اللي حصل ده؟ في ايه ده؟ لا فيش بس في مجزره تحصل هنا. دول ايه؟ توي ستوري، مونسترز انك، وكارز. دول ثلاث ماتشات. ماشي هنميكس اب دلوقتي حالا. طيب سول وتوي ستوري وأونورد، ده اللي اتسحب بعد كده يعني. نعملهم كده معلش عشان يبقى الترتيب. اسف بقى لو في غلطه حصلت او حاجه. سوري يا دود. لا كان ماتشين او ماتش، سوري، فرقتين. فايندينج نيمو 2003 كلاسيك. اوكي. مع والي 2008 بيرو. اسحب اخر اثنين. يلا بسم الله. مونسترز يونيفرستي. مونسترز يونيفرستي 2013. واحد من السيكوالز اللي مش سيئه خالص. ذا انكريدبلز. ذا انكريدبلز الاصلي 2004. ذا انكريدبلز 2 من الافلام اللي مع وصلتش معانا لل اللي هنعمله دلوقتي. ان كل واحد فينا بيكتب الفيلم اللي هو هيلعب عشان يكسبه، اللي هو شايف ان هو المفروض يكسب، وما بتقولناش، واحسن ما نقولش للكاميرا كمان، خليها تبقى ريفيل في الاخر. ده دمه خفيف. فخد لك ورقه وخد لك ورقه وخد لي ورقه. اتفضل اكتب، ما تورناش انت كتبت ايه. انا كده من يعني خط صغير بس. قالوا الصبر. لا اكتب بخط في الاخر لما نيجي نفرجه للكاميرا يبان. ماشي. هو كتب فيلم اسمه طويل من الواضح. ايه اطول اسم فيلم معانا هنا؟ معقول عايز تكسر مونستر يونيفرستي؟ خبي 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 خبي. حطها في جيبك بقى او حطها تحت دي او اي حاجه. انت مش عارف؟ انا عارف كويس. انا عايز اكسر مين؟ انا جايب اجنده وهمشيه براحتي. علي صوتك. احنا في المايك. اتفضل. اكتر من كده؟ اكتر من كده. كده شايفين؟ نو 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 نو. بصوا من الناحيه الثانيه. الواحد حارب كتير علشان نعمل الحلقه دي، لان النقاش في اوقات كتيره هنا اهو في دور ال 16 بتكون راميه ناحيه اتجاه واحد ونمط واحد وفصيله معينه كده اهو من الافلام. فانت رايح لاغرب فيلم فيهم. الصراحه هي اختيار واضح بالنسبه لي. يلا بينا. المباراه الاولى فيلمين من اوائل الافلام، الفيلم الاول والثالث على قد ما انا اعتقد. ايوه باجز لايف وتوي ستوري 2. في الثاني والثالث. لا الثاني والثالث. يعني هو توي ستوري الاول الاول واحد، فالثاني والثالث. اول رايت باجز لايف مقابل توي ستوري 2، مين اللي يكسب؟ انا بايس الصراحه، اعتقد ان توي ستوري 2 اللي يكسب. اوكي انا معاه ان توي ستوري 2 هو اللي يكسب، بس ليه توي ستوري 2 اللي هو انهي واحد؟ عشان بصراحه توي ستوري هو انهي واحد بيسيحوا على بعض. اوكي توي ستوري 2 القصه لما وودي اتاخد وراح عند واحد كوليكتور. تمام. بعد كده ده جري بتاع الكوليكتور. ده الفيلم المشهد بتاع الكوليكتور والراجل وفي الراجل العجوز اللي في البوكس والكلام ده. جامد فشخ الفيلم بالظبط. هو بالنسبه ان هو عمل انتروداكشن لكاركتر فضل موجود في توي ستوري 3 ومع فيلم مش موجود في الليسته دلوقتي، توي ستوري 4، وكان كاركتر مهم قوي في الفيلمين دول. اعتقد ان هو اني كاركتر جيسي البنت. اوكي اوكي واعتقد الحصان برضه. والحصان اوكي. فاعتقد ان الكاريتش اكتر توي ستوري 2 كان. بس ما تحكمش على التريلوجي. انا ما اظنش ان من الحكمه ان يتم الحكم على التريلوجي. يعني ماشي اقدم الكاركترز دول، بس انت بتستخدم ده كنقطه عشان برضو كان ليهم دور في الدور الثالث والدور الرابع. لا مش مهم، خلينا يتحكم على الفيلم ده لوحده. فيلم توي ستوري 2 اللي انا شايف بالنسبه لي اللي هو كفيلم لوحده هو برضو فيلم خرافي، فيلم اكتر من رائع. وده هو محطوط قدام فيلم باجز لايف اللي برضو فيلم باجز لايف واحد من الكلاسيكيات بتاعه بيكسار. باجز لايف بقى اللي هو بتاع ايه؟ انا بتلخبط ما بين باجز لايف وانزي. لا حرام 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 عليك.
لا 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 انزل بتاع وودي الن صح؟ اه جاد مبدئيا عيب الاستوديو ده دريم ووركس يتحط مع استوديو بيكسار خاصة في الوقت انا بتكلم على الستوري انا يا راجل ده انا من شوية دخلت بيوتيفول مايند في ايميتيشن جيم اوكي يعني. مش لا 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 الفكرة ان البيزنس موديل اوكي درس تاريخ سريع دلوقتي البيزنس موديل من كتر ما بيكسار الستوري بتاعتها جدا جدا خرافية الاستوديوهات التانية بتاعت الانيميشن في الوقت ده كانت بتعمل افلام نحت بشكل مش طبيعي بيست اون الرومرز اللي ليها دعوة بالقصص اللي بيكسار شغال عليها وبيست اون الاعلان اللي بيكسار بتنزله فتخيل شركة بيكسار تنزل اعلان لفيلم ما الفيلم ده هينزل بعد فتره تقوم شركات الانيميشن تنحت فيلم كامل عشان تنزل تنافسه في السوق مع بيكسار على امل ان المشاهد اللي راح السينما يتلخبط يفتكر ان هو ده الفيلم بتاع بيكسار كميه الاستوديوهات اللي قاعده تعمل تمشي بنفس البيزنس موديل ده عشان بس ينحتوا قاعده الجماهير بتاعه بيكسار مش طبيعيه فاللي انت بتقوله دلوقتي انت قارن انتز مش بقارن بلخبط الفيلمين على بعض مش بس بقارنهم أوكي. وبعد اللي انت ده سخنت عملت فيه وبعد اللي انت قلته ده كله انا برضو لسه ما عرفتش هو يا الله بتاع النملايه اللي اترمى من الكولوني بتاعته ولكن بعد كده رجع لهم بحل كان بيعمل الصوت بالعربي ولا بالانجليزي بالانجليزي لا بالانجليزي مش عارف انا فاكر اللي بالعربي صراحه بس اللي بيرجع للكولوني بتاعته بيجيب سلاح ضد الجراد اللي هم دايما بهدلين المستعمره بتاعه وشويه البجز التانيين اللي تشجعوا معاه وفي الاخر هو طلع كلاون اللي هي نفس القصه مور اور ليس بتاعه تشيكن ران ان ا واي تحس ان هم تشيكن ران برضو في الديك اللي دخل عليهم فجاه وقال لهم نشجعكم ومرنكم وبتاع عشان تهربوا وبعد كده جماعه ما سيبكم من موضوع الكلتشر الشق اللي بتجيلكم ديت هي فكره فكرني انهي ستوري هو دوت اللي بحاول امسكه ماشي افتكرت ابلز لايف جميل أوكي. فيلم خرافي فيلم اكثر من رائع اوكي وكلاسيكي برضو من الكلاسيكيات بتاعت بيكسار بحب انزي لما سيبها عشان لما نيجي نعمل في دور 16 بتاع دريم وركس في كتير فيه واحنا لو جينا نعمل دريم ووركس هنوصل 16 فيلم اعتقد لا في كتير وفي افلام جامده جدا عندهم بس ذا ستوري فور انذر داي مادغاسكار دريم ووركس مادغاسكار دريم ووركس كونفو باندا هاو تو ترين يور دراجون هاو تو ترين يور دراجون بلا افلام شريك بوس اند بوتس عندهم واحد كمان فهنا توي ستوري 2 هيكسب انا شايف ان احنا احترمنا وتقديرنا لابز لايف يس بس توي ستوري 2 توي ستوري 2 من خلاص توي ستوري 2 يعني توي ستوري على طول لو احنا بنصفي بس في البدايه توي ستوري 2 اورايت اللي بعد راتاتوي وتوي ستوري 3 انا عايز اكسب توي ستوري 3 بس انا كمان اه جاد ان اجيب له ارجيومنت ضد راتاتوي انا بالنسبه لي راتاتوي انا شفت الارجمنت ده بيتعمل كتير ان بجد راتاتوي هو فيلم بيرفكت من كل النواحي وخاصه ان يكون فيلم بيرفكت جوه افلام بيكسار اللي هي توب تير من كل النواحي لا جوه افلام بيكسار في الارا دي بالذات بالظبط ايوه الكلاسيك بعد كلاسيك يعني راتاتوي نزل بعده مثلا والي ونزل بعده اب برضه راتاتوي كان افضل من الاثنين دول من وجهه نظري لان متظبط من كل ناحيه البيزنس موديل بتاع بيكسار لما يتحدوا نفسهم في كل قصه بيعملوها اللي هم ازاي احنا هنقدر ناخد من المشاهد عواطف ويطلع كل المشاعر الموجوده قدامه مع الكاركتر الموجود في الشخصيه ان هم ياخدوا الموضوع ده كله ويعملوها مع فار مش فار هامستر كيوت مش ماوس مش عارف مين لا رات الحاجه الجرد رودنت ايه بالمصخرد ايوه بالظبط اللي هو حاجه يعني المفروض كلنا من واحنا صغيرين بنقرف منها بنبعد منها بس لا انت بقيت متعاطف معاه بشكل مش طبيعي وهو بس عنده الحلم الواحد نفس الموديل بتاع كل القصص بتاعت بيكسار بس من ناحيه ثانيه توي ستوري 3 اللي هو فيلم احلى يتجاب له ارجيومنت ده بقى انا عندي سؤال هو انهي واحد توي ستوري 3 توي ستوري 3 لما لا لما اندي كبر فحط الالعاب بتاعته في العليه بس وقعوا بالغلط فامه راحت اخدها راحوا متبرعين لما تبرعوا بيهم في الحضانه وبعديها لما ده جامد قوي الفيلم ده بس انا بحب راتاتوي راتاتوي ستوري لاين جديد تماما فنسبه الريسك في نجاحه من عدمه عاليه وزي ما انتوا قلتوا بالظبط هو نازل في وسط عتاوله كبار جدا ومن غير ستار باور اطلاقا على مستوى الفويس اكترز قدم كونفرونتيشنز بتتاخد خارج سياق المطاعم والاكل والحاجات اللي هو بيدور عليها
ولغايه دلوقتي بتتابلاي كامثله وكحكم في الحياه، زي بتاعت ايجو الفود كريتيك اللي انا بتقديري شخصي واحد من اعظم الشخصيات في تاريخ بيكسار من اوله لاخره. الابهار بتاع ان هو يقدم لك اكل يخليك تجوع وانت بتتفرج على فيلم انيميشن اولا واخيرا. العلاقه بالتعقيدات بتاعتها ما بين لينجويني وما بين كان اسمه ايه؟ ريمي. السيتنج بتاع فرنسا بالمزيكا ان ذا باك جراوند والكلام ده كله، يعني انا ما بقللش اطلاقا من توي ستوري 3، وفاكر دلوقتي لما افتكرت القصه بتاعته افتكرت تاثيره في سنه نزوله كانت عامله ازاي وكانت قلبه الدنيا بكل تاكيد. بس راتاتوي از ديفرنت جريفي، يعني لا. توي ستوري هيفضل موجود. انا اتفق مع راتاتوي ده، بس توي ستوري 3 از ديفرنت بيست، ديفرنت بيست من ايموشنال، ايموشن وايز، كاركتر وايز، فيلن وايز. ماشي الايجو يو كان سين ان الفود كريتيك بتاع فيلم راتاتوي از ا جود فيلن، بس هيز نوت ذا اكشوال فيلن اوف ذا ستوري. هيز نوت ا فيلن من بالظبط. الفيلن هو الراجل بتاع المطعم، الجدع بتاع المطعم. مفيش فيلن قوي في الفيلم، هو بس عشان لا راتاتوي في فيلن الراجل بتاع المطعم اللي اتس نوت ا فيلن بير سي، هو في انتاجونست، يعني هو في حد ضد المين بروتاجونست، بس هو مش فيلن، هو ما عندوش، هو في الحقيقه لا مش جول في الاخر ان هو عايز يوصل له ان هو يبوظ حياه لينجويني مثلا، يعني هو بس صحيح. It's an uplifting story بتاعت راتاتوي، هو فيلم خرافي، بس لما تحطه قصاد توي ستوري، يعني قصاد بجد ليه تحطه قدام بعض؟ قصاد اي فيلم تاني من دول كان وارد ان هو يكسب، بس قدام مش عارف انتوا رايكم، بس احنا بعد كده داخلين على ماتش خيبان شويه بالمقارنه مع الماتش ده. قدام حجم القصه اللي اتحكت في توي ستوري 3، المشهد بتاع النهايه وهم نازلين في تحت مقلب الزباله، عياط بس الواحد يفكر فيه، كميه الايموشنز اللي طلعت من الواحد في الفرجه الفيلم زي توي ستوري 3. مش عاوز وانا بعرضك اتجه لان انا اقول ان الحاجات ديت ليها شبيه في افلام توي ستوري الثانيه، مش عايز اوصل لهذه الدرجه. اقول لك حاجه، انا مقتنع 100% ان فيلم توي ستوري 3 هو بالظبط فيلم توي ستوري 2، هو فيلم توي ستوري 2 متكرر. از ذا سيم موفي، از ذا سيم موفي، بس افرين بروك، فاهمني؟ افرين بروك لان اتعملت مره ثانيه، بس اتعمل بشخصيات مختلفه، وسع العالم وزود من القصه، بس خلاها اغلى. ده ما يوصلوش لان هو يكسب لفيلم از يونيك از راتاتوي جوه عالم بيكسار وجوه عالم الافلام الرسوم المتحركه. هو ده الارجيومنت اللي انا عايز اوصل له، هي الارجيومنت، اكبر ارجيومنت موجوده لتوي ستوري 3 حاليا ان هي نهايه اول تريلوجي لتوي ستوري، ودي اهم حاجه، اهم تيك اواي في توي ستوري 3، ان هو ما اعتقدش يعني ان احنا لو كنا ابتدينا بتوي ستوري 3 كتوي ستوري 1 وهي دي كده، ده كده الفيلم لوحده ملوش اي سيكولز بعديها، ان كان هيكون ليه نفس الريتش. هو توي ستوري 3 هو مهم قوي للدرجه دي عشان القصه اللي اتحكت في توي ستوري 1 وتوي ستوري 2. صحيح، اتس ا كونتينيويشن اوف ذا ستوري، بس هي جزء من القصه مان. اي فوت راتاتوي. انا عايز اكسب توي ستوري 3، بس اي هاف تو فوت فور راتاتوي. توي ستوري 3 راتاتوي تو موف اون عشان يقابل توي ستوري 2. هنشوف هيحصل ايه. انسايد اوت وكوكو، انا عندي اعتراف، الناس عارفاه، ما اعرفش تعرفينه ولا لا، انا ما بحبش انسايد اوت. انا ما اتفرجتش على كوكو، بس انا هفوت لكوكو عشان انا عارف الريتش بتاعته. لا لو انت مش مقتنع ما لا لا مش حكايه مقتنع، انا مش مقتنع. انت ايه رايك في انسايد اوت؟ انا انسايد اوت اي ديدنت، ما كرهتوش از ا بريمس. هو الفيلم كان حلو، الاكسكيوشن بتاعته كان ممكن نص نص، بس ستريت فور مباشره قوي الاكسكيوشن بتاعته. اه ما بتديش اي فرصه لان انا انك تديني واحد وثلاثه وتسيبني افجر اوت اتنين لوحدي. انت بتديني واحد واحد ونص واثنين واثنين ونص وثلاثه وثلاثه ونص، والاطول فيلم فيه اكسبوزيشن في تاريخ عالم بيكسار كله. كمية المعلومات اللي في الاول، والايلاند بتعمل، والاحساس بيعمل، ومش جوه ستوري ده، في حد بيحكي لي يعني. انا فصلت منه تماما بسبب الموضوع ده. انا لو هدي اي حاجه الفيلم انسايد اوت، هو بيضحك اكتر من كوكو، بس عشان كوكو مش فيلم معمول. ايوه لا هو عامه كل الافلام بتاعت بيكسار بيبقى فيها اليمنت كوميدي. العيله اللي ميتها ما ضحكتكش في كوكو؟ لا انا بتكلم من ناحيه مستوى الضحك اللي في انسايد اوت، في ضحك زياده، بس كوكو في ضحك، كل افلام بيكسار فيها ضحك. انا فاكر انا المزيكا بتاعت انسايد اوت، انا عايز اوصل. لا 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 انا عايز اوصل في كوكو بتاع كوكو. ايوه لا انا بتكلم دلوقتي، انا بدي الحاجات الكام حاجه اللي ممكن تروح الفيلم انسايد اوت، لان انا بعشق فيلم كوكو. تمام، انا بدي بس كام حاجه عدله لفيلم انسايد اوت عشان ما اظنش ان هو يستحق ان هو يمشي، ان هو برده كان دخل وبدا الزمن بتاع الداون هيل
بتاع بيكسار، لان من بعد انسايد اوت من بعد 2015 دي ممكن فيلم او فيلمين ماكسيمم اللي ممكن يتحطوا في النقاش ان ده ذاتس ا بيكسار فيلم، بس انسايد اوت لا ما didn't hit the same bullet points بتاعت كل الافلام بتاعت بيكسار. كوكو في كلام كتير ممكن اقوله عنه بس مش دلوقتي الخناقه بتاعته، بالظبط مش دلوقتي خالص عشان هنا الارجمنت اصلا مفيش ارجمنت لانسايد اوت انها تكسب. انا ما اتفرجتش على كوكو، ما لحقتش، ما خلصتش الفيلم، بس انا لما سمعت ريمبر مي اول مره من غير ما حتى اكمل الفيلم كنت هعيط. ريكوردامي انسايد اوت جود بلاي احسنتي. تينا في صح، تينا في والراجل الانجري على طول بيل هيدر. او الراجل الانجري ده واحد من الجوكس الرننج جوكس الفيلم اللي هو اصلا كده في الحقيقه، واعلان الجم اللي بيتعاد كل شويه. اتس ا جود فيلم، اتس ا جود فيلم. مونسترز انك وكارز لينك كلاسيكس الصراحه. دانديل رسمي خلاص. شوت اوت لكريم استوديوهات شد الحبل، بس كارز مش فيلم حلو. حتى لو بالمصري مش فيلم حلو. اوكي فيلم حلو ممكن بالدبلجه حلو شويه. اوكي والحدوته بتاعته ظريفه والايماجينيشن بتاع، بص مقارنه بافلام بيكسار كارز فيلم حلو لو جاي من دريم ووركس. خليني اقول لك الحاجه، كارز انت جاي تهيت على الناس وخلاص. مش كارز للناس للجنريشن القديم شويتين، احنا فاكرين الناس الكبار اللي زينا يعني افلام ديزني القصيره اللي كانت بتيجي في التلفزيون المصري في وسط الماتشات وما بين الحاجات والكلام ده، كان عندهم حواديت بطلها طاقيه، بطلها جزمة، بطلها معرفش مين، وفي سيكونس بطل عربية. وده كان من الأفلام المنتشرة جدا عندنا وإحنا أطفال، وكلنا كنا بنموت فيه. العربية اللي بتتبهدل وبياخدوها بتشتغل تاكسي، ويعني بنشوفها وهي بتتبهدل لغاية لما في واحد بيجي بيقدرها ككلاسيك وبتاع، وهي كاركتر والنور بتاعها الفوانيس بتاعتها عيون والحاجات ديت كلها. فإعادة استدعاء ده جوه كارز بالنسبة لنا كان ليه قيمة نوستالجيك تقيلة جدا كمشاهدين. والحدوته بتاعته سوليد، وكان في عدد من الكاركترز الجامدين جدا. طبعا نتفق ان كارز الاولاني كان فيه بول نيومان وميتر، انا بموت في الكاركتر بطريقه التجسيد بتاعته وبالعربي بتاعه، كان غريب محمود صح اللي كان بيتكلم بلكنه صعيدي في العربيه، برضو من اجمل التجارب بتاعه التعريب اللي في الدنيا. فانا مش عاوز اطلع كارز وهو مغضوب عليه، كارز يستحق شويه احترام. لو هديك اي حاجه لكارز، كارز في الزمن اللي هو نزل فيه كان ينطبق عليه الجمله ان الفيلم اللي بيكسار اوحش فيلم البيكسار هو يفضل من احسن افلام الانيميشن. اوحش فيلم البيكسار او فيلم قليل من بيكسار هو هيفضل من احسن من الافلام الاستوديوهات الثانيه بتحطها مقارنه بالافلام اللي احنا لسه عاملين الريتنج بتاعتها من غير بس كارز بالنسبه 2006 كارز نزل في الوقت اللي بيكسار ما كانش ينفع تعمل حاجه غير هيت غير كلاسيك. انت بتتكلم 2006 كان قبله فيه مونسترز انك، كان قبله فيه ا باجز لايف، توي ستوري 1 و2، فاللي هو بوم 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 حاجات، بس بتعلي حاجات خلاص بتعرف جنريشن. ممكن ندي لك واحده كمان ارجمنت مش في صالح كارز واي دو بيليف ات، كارز فيلم اطفال. ما كلهم لا 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 لا, لا 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 دي نقطه غير عادله تماما. مونسترز انك انا لحد دلوقتي اللي بيدور في عالم الاطفال مش فيلم اطفال. لا 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 مش انتايرلي فيلم اطفال، ما كلهم فيلم افلام، بس انتوا ماشيين بمبدا ان الاطفال عيال مش هيفهموا. لا 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 حرام عليك، مش قصدي كده. لا قصدي ان لما تيجي تحلل اللايرز بتاعته على حاجه اكبر شويه مش هتطلع بتيك اوتس كتير. انا لحد دلوقتي فاكر اول مره اتفرجت فيها على فيلم من افلام بيكسار، كان اول فيلم اتفرج عليه كان فيلم ذا انكريدبلز. السبب اللي خلاني اتفرج على الفيلم ده هو ان عمي الاكبر مني، اكيد منطقي عمي، المهم ما اكيد هيكون اكبر مني ده، قال لي تعال نروح نتفرج على الفيلم ده. فانا كنت مستغرب، كنت لسه صغير ساعتها، مستغرب اللي هو انت ليه عايز تتفرج على فيلم الاطفال معايا، دي الحاجه اللي انت مش هتكون مستمتع بيها يعني. فبس سالت السؤال ده، قال لي ده فيلم معمول للكبار قبل ما يكون معمول للصغيرين، فما ينفع الحجه بتاعت ان كل الافلام دول معموله للصغار، لا مش ده الموديل بتاع بيكسار. لازم يبقى ابروتشبل للصغار، لازم ينكلود الصغار اكيد، بس لما تيجي تتفرج انت عليك كبير. انسايد اوت وانا لسه مسمعه كلمتين مش كويسين، فيلم بيخاطب الكبار جدا، بيخاطب الناس اللي بتكام اوت اوف ايج، بيخاطب التينيجر، بيخاطب اليانج ادلتس، بيخاطب الناس دي كلها وبطريقه مفهومه ما فيهاش مشكله. انا ويمكن يكون يعني كمان لما تيجي تبص له من منظور الاب والام تلاقي في حاجات ليه. انا اساسا انا في كامب ان هو الانيميشن مش ارت فورم معموله للاطفال بس، صحيح معموله لاي حد بيحب الانيميشن، اي حد بتحب الارت فورم دي نفسها.
ولكن افلام بيكسار هي معموله كفورمات لايف ليسنز، واكتر ناس بيستفيدوا من اللايف ليسنز دول المفروض ان هم يكونوا الاطفال اللي لسه بيكبروا عندهم 12 13 سنه مثلا، مش حتى مش الناس الاطفال الصغيره قوي. بس اللي انت بتقوله مش وحش. كارز للي عندهم 4-5 سنين دي مش يعني مش 12 13 سنه، حتى 12 13 سنه لما بيبصوا على كارز ممكن يستيفوا بالله عليك. عملوا سبين اوف منه بلينز وما كانش من انتاج بيكسار. بيكسار برأت نفسها منه، يعني الشركه نفسها برأت نفسها من الفرانشايز مش في الليست واحنا كنا بنبص عليه. ايوه فاهمني. فاللي هو اسمه ايه بالعربي؟ برق برق بنزين. برق بنزين لايتنينج ماكوين. برق بنزين. احنا كل ده عمالين نعمل ارجيومنت لكارز واحنا كلنا عارفين كلنا عارفين مونسترز انك هيكسب ومش محتاجين نتكلم عنه. خلينا نتكلم عنه لما يخش ماتش اصعب شويه. ما ادي الماتش الاصعب شويه اللي حيل اونورد واب. لا مش ده الماتش الاصعب. لا فيش اي صعوبه. الماتش الاصعب اللي لا ده هنشوف هنشوف خليه على ده. ده ماتش اونورد واب. اونورد كان في فيلم انت نسيته، الفيلم بتاع الواد السمكه لوكا. لا لوكا انا ما شفتوش. ليه؟ مش اوكي. كان يتحط برضو توكن اللي هو تك يوم متشال على طول عشان اوكي. حاسس ان احنا معانا الليسته الحلوه يعني. اصل بالنسبه لي انورد والاوبشنز اللي متبقيه بعد الماتش اب دي هي ممكن تصعب شويه. هو في رصه كده من افلام بيكسار انا حاسس ان هم جم غلط، يعني انورد لوكا تيرنينج ريد ذا جود ديناصور دول جابوا جم جوه عالم بيكسار انا مش عارف ليه. انا مش عارف جايين غلط تماما. مش هي دي بيكسار، مش هي دي نوع القصص اللي بيكسار بتابروتش ات. مش كونسيستنت خالص مع الستايل الانيميشن عامه. ستايل الانيميشن بتاع انورد غريب، ستايل الانيميشن بتاع تيرنينج ريد غريب، مش الستاندرد بتاع بيكسار. انورد في ستايل الانيميشن قريب من انسايد اوت حتى اليمنتال اللي لسه نازل. اليمنتال مختلف تماما. انا مش الفورم غريبه جدا بس ما كانش وحش عموما. ايوه اوكي. انا بتكلم مش كده، بتكلم ان هو مش كونسيستنت مع العالم اللي انا متعود عليه دايما مزبوط. من بيكسار. فالاربع افلام دول كانوا جدا جدا غراب. ما فهمتش ايه الاختيار اللي بيكسار اخدته عشان توصل للحته دي. بس في منهم كان كويس، يعني اللي طلع من الزمن ده برضو فيلم زي سول كان برضو فيه اختلاف واضح في ستايل الانيميشن. انورد مش وحش بس مش بيكسار. بس مش وحش. It's a nice story. It's a nice son and father story. It's a good journey. It's a brother story. It's a brother story. It's a brother story. واللحظة الاموشن اللي فيه جامدة جدا قوية لما بيكتشف ان هو كل الحاجات اللي كان عايز يعملها مع ابوه عملها مع اخوه. And this is what really matters. الفويس اكتنج بتاع كريس برات يعني مع كامل احترامي على انه هياخد ضرب كتير في ماريو والكلام ده. حتى لكن في ماريو الفويس اكتنج بتاعه كان حلو قوي. هو ما بيبذلش مجهود، هو طلع عمل نفسه وخلاص. هنقارنه بسات روجن يعني. اونورد كان جامد يعني. هو كريس برات من خامات الصوت المرنه شويتين اللي تلعب الجيك والنرد والشاب الطيب والاخ الجوفي اللي هو لا يعني كريس برات تحسه بصوته بيتخن وبيرفع بيعملها بيه. هنا كان يعني انت ممكن تسمعه وتشوف سيت روجن، يعني انت عارف انك بتسمع كريس برات بس تشوف على شاشه سيت روجن. فانا بحيي جدا اداؤه الصوتي وبحيي جدا ان يعني دي المحدوته الوحيده في عالم مارفل اللي خدت السكه بتاعت البرادر لوف وادت لها حقها. بس انا معاك تماما في التجربه البصريه، مذاقها كله على بعضه مش شبه الدنيا وتحس ان مش مطعوم فيها بالقدر الكافي كمان. واخده البات السهل. اتجرى بانش اوف في بعض من اللقطات القويه الحلوه اللي بتاثر فيلم زي انورد. بس احنا عمالين نتكلم على فيلم واحد بس دلوقتي، ما بنتكلمش على الفيلم اللي هو قصاده. يا جماعه فيلم انورد قصاد فيلم اب مش لازم نتكلم على الفيلم اللي قصاده. قصاد يعني فيلم انت أب. انت خلاص انت قلت اوكي انت اديته البتاع خلاص احنا كنا لازم ندي بس الريسبكت بتاع انورد دي وبس كده. هو اب كان هيكسب ايدر واي. وتوم هولاند انا اظن ان هو اخذ دور الكاستنج ده عشان هو كان ذا هوليوود جاي ات ذا تايم، عشان الهاوس بتاعتك هو وكريس برات هما الاثنين فروم ذا مارفل يونيفرس وبتاعهم. يا 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 ميت ندامه على الماتش ده. سول يقابل توي ستوري. انا بموت في سول. سيم. It's a good movie. It's a good movie. بس احنا داخلين قصاد الفيلم اللي عمل كل كده كلاسيك اوف كلاسيكس يعني. ده كلاسيك اوف كلاسيكس. جون لاسيدر ذات نفسه. بس سول جامد قوي. حلو. لذيذ. احنا انباي احنا على فكره سول بيعاني من نفس الموضوع اللي انت بتتكلم يعني بتذكره كتير في الافلام اللي هو لمده معينه لنقطه معينه في الفيلم بعد النص بشويه
بقيه الفيلم ممكن ما كانش ليه اي لازمه. يعني حوار السويتش مع القطه ومش عارف مين والكلام ده وانت ماشي قعدت شويه زاد على اللزوم. ما كانش شويه قعدت شويه زاد على اللزوم يعني. انت ما كنتش محتاج كل ده. بس لو هنتكلم من ناحيه كلاسيك, من ناحيه ستوري بتتحكي, من ناحيه اصلا ارت شيء جديد بيتعمل قدام الشاشه كمبيوتر جنريتد, قصه مقفوله على بعضها وقصه صداقه مع الولد اللي هو اندي وبرضه الصداقه الجديده اللي بتكتشف ما بين اللعبتين دول مع واحد من اجمد الفيلنز في عالم بيكسار كامل سيد الطفل, والفويس اكتنج العربي اعتقد ده الافضل على الاطلاق ما بينهم كلهم, محمد هنيدي واحمد بدير وسامي مغاور. كان سامي مغاور مين كان عامل باز؟ لا 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 انا كلاسيك شخص كلاسيكي هنيدي. لا ده لخبطتهم على بعض. هنيدي ده في شركة المرعبين. الثاني يحيى الفخراني واحمد بدير ومنى زكي وهاني رمزي احمد بدير كان عامل تيم الن. احمد بدير كان عامل تيم الن انا حاسس, وفي رايي الشخصي هو كان افضل من تيم الن. اوكي جبار. وجيمي فوكس عمل جيمي فوكس كويس. ما بين الافلام دي كلها الفيلمين اللي ممكن نقول ان كان في اعتبار مهم قوي لاننا ما بنترجتش اطفال بس, او ان ممكن اتجرأ واقول ان الاطفال كانوا تارجت ثانوي مش تارجت اساسي. سول منه سول سول وولي وولي اتصور هو وولي كان تارجت, ما كانش فيه تارجت اودينس اصلا. ده يعني اي حد كان يتفرج على الفيلم ده كان هيفهم المسج من وولي. اذا بوست ابوكاليبتيك يا لا يعني ما جريمي شويه على ان التارجت بتاعه يكون عيال يعني. طب نسيب الارجيومنتس بتاعت وولي لما ماشي. انا بس ما كنت عايز اقول لسول برضه من حقه انه قدم ان بطله شخصيه جرون اب بتشالنجز بتاع جرون ابس, التحديات بتاعته التحديات بتاعت واحد كبير فقد شغف وعاوز يلاقي مكانه في الحياه وبتاع. جود جيم. كان لازم سول في باث تاني في سكه تانيه كان ممكن يوصل لغايه نص النهايه. رائع. فايندينج نيمو وولي الاثنين افلام حلوه قوي, بس اي ثينك ذا كلين وينر الصراحه. وولي وولي اتس فايندينج نيمو شايف انه مش بسهوله. او افتكر فايندينج نيمو معايا. افتكر فايندينج نيمو معايا. افتكر لما الولد راح في التانك اللي في غرفه الدكتور. افتكر لما اتعلم الدرس عشان يطلع من كمان. انا كده كده بحب وولي وشكل وولي هو اللي هيفوز في النقاش ده. بس انا وولي انت فاكر فايندينج نيمو؟ فاكر فايندينج نيمو كويس قوي. حلو قوي. انا بتفرج عليه كتير هنا. لا بس وولي اكتر فيلم مختلف في عالم بيكسار ممكن نقول. انه يبقى عنده الجرأه ان هو يقدم لك ديستوبيا. ديستوبيا امتى؟ في ديستوبيا في 2008 يعني. اتس سو ايرلي اون في الهيستوري بتاعت افلام الديستوبيا اللي نزلت يعني. بيسكلي سد بار. وتزود على النقطه بتاعتك ان هو فيلم معمول باودينس كبار حبتين. الفيلن بتاع فيلم وولي ريفرنس الهال من 2001 سبيس اوديسي. يعني اتس ليجيت. اتس ليجيت قصه لل في لاف ستوري. وفي لاف ستوري ما بين روبوتس. ما بين روبوتس. انا الدانس بتاعت وولي وايف بره الستيشن يا نهار ابيض عجبني. انا بحب فايندينج نيمو جدا. طفايه الحريق. طفايه الحريق. مو في الكاركتر اللي بيمسح الارض. ايوه. فايندينج دوري ذا فادر سن ستوري. وولي از ايرونيكلي انف ا هيومن ستوري. من اكتر الحاجات اللي حد مش بيتكلم عليها في فايندينج نيمو قوي الاوبننج بتاع فايندينج نيمو. اعتقد ان هو اون ذا سيم ليفل زي الاوبننج بتاعت اب. هو مرعب. هو ايوتير ان هو مرعب مش ايموشنال. هو غير ان لا اتس هارت بريكنج انك تكون عندك كميه اطفال وانك تكون اب. انا بتكلم على كده انت تقول ايه؟ تكون اب جاهز جدا انك تراعي كل الاطفال دي وانك تشوفهم هم يكبروا ويعيشوا حياتهم ان هم كلهم يتاخدوا منك مع مراتك. اتس هارت بريكنج. صحيح صحيح. بس وولي at the same time يعني. طب الاوبننج سيكونس بتاع وولي يا جدعان. الاوبننج سيكونس بتاع وولي برضو. احنا قعدنا على الشاشه مع وولي لوحده وما فيش اي كلمه من اي نوع لمده قد ايه. كان في كلام تكنيكلي من التلفزيون وقاعد اتفرج معاه بس احنا كنا مستمتعين بده معاه برضو. وولي يتقدم مع كامل احترامنا وحبنا لفنانين. احنا بنتكلم على بيكسار يا جماعه. اكيد اللي هيطلع هيحزن. اكيد يعني. واو. مونسترز يونيفرسيتي وذا انكريدبلز. انت قلت كلمه مهمه على مونسترز يونيفرسيتي واحنا بنعمل لورا.
قلت ايه؟ من السيكولز المتأخرة المحترمة قوي جوه العالم. هو واقف قدام مين؟ انكريدبلز. انا اعتقد اني هكون كونتروفيرشل شوية، بس انا عايز مانشستر يونيفرسيتي يكسب. ليه؟ قول الحجة. هو انا اولا انا انكريدبلز مش فاكره قوي الستوري از هول، بس انا اي نو ذا امبورتنت بيتس بتاعت الستوري نفسها. بس مانشستر يونيفرسيتي هو اولا هو بريكول اكتر مش سيكول لمانشستر انك، فانت انت مش بتاخد الكاركترز اللي هي اوريدي مبنيه في مانشستر انك، انت بتاخدهم في من بدايه خالص وبتشوفهم هم اتبنوا ازاي للدرجه اللي هم وصلوها في مانشستر انك، والعلم ان هم اللي هم وصلوه في اخر مانشستر انك. فاي ثينك انها نوفلتي شويه انك تشوف الكاركترز in a point of time مختلفه عن اللي احنا شفناه في اخر مانشستر انك، وانها مش عارف اقولها زي الحته دي. نفس الشخصيات بس في عالم تاني مختلف تاني، قصه كامله ما تفهمش ان هي ازاي بيست على نفس العالم اللي احنا اتعرفنا عليه في مانسترز انك. تمام، بس هو امتداد للعالم، امتداد للعالم، بس انت برضه حاسس ان انت في عالم تاني، عارف ان هو عالم اخر وانه في شركه. لا هو مش في شركه بس، هو في حياه وفي جامعه وفي ناس عندها مستقبل وفي يعني هو بيوسع العالم بتاعه، بيحط له امتداد اكبر وبيقلب العلاقه. يعني انت بتبتدي باثنين، انت عارف الاساس ان هم اعز اصدقاء في المعرفش مين، تعال انا اتخيل هم اصلا كانوا في البدايه اعداء ما كانوش اصدقاء. راندل اصلا كان ا جود جاي في البدايه دي لوحدها كانت جزء حلو من من القصه. انا بموت في الساوند تراك بتاع مونسترز يونيفرسيتي. عايز استجري واقول هو افضل ساوند تراك ممكن بمنافسه مع كوكو. طب انت فاكر الساوند تراك بتاع ذا انكريدبلز؟ الساوند تراك بتاع ذا انكريدبلز هو احسن سوبر هيرو سكور ممكن اقول في كل افلام السوبر هيرو. مونسترز يونيفرسيتي السكور بتاعه يرتقي لانه يبقى ساوند تراك، لان البيسز اوف ميوزك بتاعته كانت جوه اليونيفرس بتاعتها ومش كلهم شبه بعض. يعني الحفله اللي كانوا بيروحوها الفريد بارتي ديت المزيكا بتاعتها هي مزيكا بتاعت فريد بارتي، ما تحسش ان راندي نيومان ستاف، مش الحاجات البيكساري الظريفه اللي انت عارفها ديت. كل حاجه الكلوزنج كريدت يا جماعه بتاعت مونستر يونيفرسيتي من اعظم ما يمكن. لما بيعدي على الاسماء بالسوبر ستار كاردز بتاعتهم كانهم كولكتبلز. انا بحب ذا انكريدبلز في نفس الوقت في فيلن محترم جدا جدا جدا، عنده موتيف وعنده سبب يخليك تقتنع. فليشت اوت واضح جدا من كل النواحي، معمول له سيت اب خرافي. وثانيه معلش بقى عشان ما نعديش النقطه دي، احنا اتكلمنا على الجمال بتاع بنايه العالم في مونسترز يونيفرسيتي اللي هو بريكوال، فاحنا اوريدي عارفين شويه عن العالم ده، بس هو وسع العالم ده. بناء العالم فيلم ذا انكريدبلز حاجه وانت بتبدا في العصر الذهبي، في عصر الذهبي بتاع السوبر هيروز. وايوه سامويل إل جاكسون موجود في الفيلم لسبب ما، وانت بتتنقل بعد عصر السوبر هيروز للسوبر هيرو ده وهو عنده 9 تو 5 عاديه. فيلم سوبر هيرو نزل قبل ما يكون فيه حاجه اسمها افلام سوبر هيرو خرافيه، وهيفضل ذا انكريدبلز افضل فيلم فانتاستيك فور اتعمل في التاريخ. يعني مش تايتل قوي كونترفيرشال قوي، بس الصراحه انا مش ضد كده خالص. مين اربعه في مهمه رسميه احسن فيلم فانتاستيك فور في التاريخ لو عايز يعني. بيوتيفول. مين موفينج اون؟ مونستر يونيفرسيتي. يور فوتينج مونستر يونيفرسيتي؟ ام فوتينج مونستر يونيفرسيتي. مونستر يونيفرسيتي الصراحه. انت مصدوم فينا؟ جدا. انا بحب مونستر يونيفرسيتي جدا، في حاله عاطفه شخصيه ما بيني وما بينه يعني، بس هقش منه. ده انكريدبل. معلش مع اصحابه مع بقيه الفانتاستيك فور كلهم مع بعض. واو انت اتسرعت في دي ليه؟ لا انا عندي اليمنتس كتير اقدر ادفع مونسترز يونيفرسيتي من هنا للسنه الجايه فيها. بيوتيفول. الكورتر فاينل دور الثمانية، الماتش الأول توي ستوري 2 راتاتوي. راتاتوي طلع أخوه الكبير، طلع أخوه الصغير ولا إيه، ودلوقتي جاب له أخوه الأكبر منه. هل توي ستوري 2 فيلم أحسن من توي ستوري 3 ولا أنتوا ضد الكريتيسيزم دي؟ أنا مع الستيتمنت إن توي ستوري 3 أحسن من توي ستوري 2. توي ستوري 3 هو توي ستوري 2 معمول أحسن. أنا ما عنديش مشكلة.
عنديش رأي في دي قوي بصراحه، مش عارف. ما هو طالما احنا اوريدي كسبنا راتاتوي ضد توي ستوري 3، ما اعتقدش ان احنا نقدر نتناقش قوي في حته انها ان توي ستوري 2 تكسب ضد راتاتوي. فعلا يعني من مبدا ان هو كسب الفيلم الاحسن، فبناء عليه المفروض يكسب ده كمان. ان هو فيلم اوريدي في التريلوجي وفيلم بيسكلي ان هو كان فعلا كوبي من الفيلم اللي نزل قبليه وعمله احسن، وبرضه ان هو ما كسبش ضد راتاتوي، اي دونت ثينك ان في ارجمنت ممكن تتقال لتوي ستوري 2. كلام منطقي جدا، كلام منطقي جدا. فايت لوزنج باتل في كل الاحوال، لان كده كده هيكون في كونتراديكشن ماشي، لان كل حاجه اتقالت على توي ستوري تنطبق توي ستوري 2 تنطبق على توي ستوري 3. بالنسبه لي انا توي ستوري 3 كان النسخه المطوره من توي ستوري 2، فراتاتوي غلبه، فاكيد هي كان تيك توي ستوري 2. فاين باي مي، انا بحب راتاتوي جدا، وبصراحه مش من الناس اللي ميته قوي على توي ستوري ان جنرال. بيرفو راتاتوي يتقدم لنصف النهائي عشان يقابل الفائز من كوكو ومونسترز انك. هنلعب سياسة، هنبص الناحية التانية ونشوف مستقبل مونسترز يونيفرسيتي رايح لفين علشان نقرر اذا كنا زودناها ولا لا، ولا مونسترز انك يا جماعة مايك وزاوسكي يعني مونسترز انك في مارد وشوشني وفي شلبي وفي مايك وازاوسكي، ومونسترز يونيفرسيتي جدلا في دول برضو، بس لا مش فيه، مش نفس، مش فيه، كانوا ناس تانية بشكل تاني بكلام زي ده. والبنوتة الصغيرة يا خبر ابيض، علاقة المونستر بالبنت الصغيرة. كوكو في الميزة بتاعت راتاتوي ان هو دخلك في عالم، عرفك على ثقافة، عيشك في لا 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 لا. انا اللي مضايقني من جوايا ان كوكو كده كده في سياق الحلقه الواحد مش هيعرف يحارب له كتير، لان انت تقدر تتكلم عن كوكو، ما انت ما ينفعش تدي حكم عادل فاهمني على كوكو، ان انت اوريدي قلت ده. انت متعاطف مع كوكو اكتر من مونسترز جدا؟ انا بعشق اكتر كوكو. من مونسترز زيك. افلام بيكسار يا جماعه متوقفه قوي 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 على اول مره شفتها امتى. كان عندك كام سنة وكنت شخصيتك عاملة ازاي واولوياتك عاملة ازاي؟ مونسترز انك ده علامة بالنسبة لنا وقت ما طلع 2001، ده كنا لسه متخرجين من الجامعة. او فني. الافيهات بتاعته بتاعت العربي، لو كان في، لو عالم الميمز كان كان نشأ ساعتها كنا بدرناه حاجات لدرجة انه كان هيفضل مسيطر لغاية النهاردة. مونسترز انك لسه ميم لحد دلوقتي اصلا. تخيل بقى على ايامنا، احنا كنا بنتكلم بنقول اللاينز بتاعته واحنا ماشيين في الشارع. انا حراقبك وبراقبك ديت اصلا ما كانتش معانا، يعني ما كانتش جوه الحاجات اللي احنا عمالين نكررها، دي حاجات ظهرت بعدين في الجنريشنز اللي بعد كده. حنان تور كانت عاملة دور في الفيلم. كانت ال جيرل فريند بتاعت دي الممثلة الأجنبية الأمريكانية بتاعتها اسمها جينيفر تولي تقريبا، مش عارف، اللي عملت دور ال لفة طويل. عارف لاير لاير؟ الست اللي كان هو المحامي بتاعها، لا اللي هو كان المحامي بتاعها في الآخر اللي كذبت في سنها. اوكي. If I remember correctly هي نفس الممثلة. ايه؟ انا I vote Monsters Inc. انا مصفوق. انا خلاص، هو كوكو كوكو ملوش يعني مش عارف يدخل جوه الخناقه دي بشكل عادل 100%. نص النهائي الاول بس هو عارف مكانه، يعني هو لو كان كسب الخناقه دي بالعافيه ما كانش هيكسب اللي بعديها. اي واحد راتاتوي. اوكي، كوارتر فاينل الناحيه الثانيه، اب يقابل توي ستوري. محمد من شويه قالها، اب في احلى فيلم قصير في مقدمه اي فيلم جدلا، مش بس في بيكسار، ربما في تاريخ الانيميشن اصلا، ربما في تاريخ الافلام مش في تاريخ الانيميشن اصلا كمان. طبعا كريديت والكريديت از دو، يعني هو من غير توي ستوري ما كانش هيبقى عندنا الافلام دي كلها. بس يعني هي ممكن تكون ريسنسي بايس شويه عشان الكواليتي بتاعت اب مقارنه بالكواليتي بتاعت توي ستوري بالظبط، بس هي فعلا هي اي دونت سي اني اذر واي ان توي ستوري ممكن ايفن كم كلوز انها تكسب ضد اب.
على مستوى بشكل عام ولا على مستوى الانيميشن والجوده في التصوير؟ بشكل عام يعني بشكل عام انكلودنج انيميشن كله. واو انا تخيلت ان دي هتبقى حرب صعبه اكتر من كده. لا واموشن والاموشن ريتش بتاعت اب نفسها. انا شايف ان يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن توي ستوري يكون قادر يعملها في الخناقه دي للاسف ان هي تروح ناحيه ان هو كان الكلاسيك, هو كان البدايه, هو 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 هو, بس الحق يقال ان اب انا لسه متفرج عليه من قريب, ما يعني مكملش من شهر, واستمتعت بيه اكتر من لما كنت فاكره. انا كنت فاكر ان اب بيعاني من مشكله الافلام كتيره بيعاني فيها, اللي هو انا بنسى ان الثيرد اكت كان ضعيف كان مش عارف مين, بس لا في الحقيقه اب الثيرد اكت بتاعه, وسيبك من المشهد البدايه الاكتر من رائع, العلاقه ما بين الراجل العجوز والولد بتاع الكشافه دي لوحدها برضو باورفول بشكل مش طبيعي, وان بنهايه الفيلم وبيروح للولد وبيسلمه الميداليه بتاعته دي لوحدها برضو ليها التاثير الخرافي. ف اب ربما ناس كتير ولا اجرا هيلب يو كروس سمثينج دو يو نيد تو كروس ذا ستريت دو يو نيد تو كروس يور بورتس اجرا هيلب يو كروس سمثينج. فربما الفيلم اب حلاوه وجمدان اول مشهد ليه ما بيخلي الناس تنسى ان بقيه الفيلم لا جامد وفي حاجات تانية كتير. الادفنتشر لاير بتاعه بالزبط. بالخيال بتاع المكان الاسطوري ده يا جماعه عنصر الخيال بتاع البيت اللي بيطير بالبلالين ده من اجمل الصور المبهجه اللي ممكن تتخيلها في حياتك. الساوند تراك بتاع اب اكتر حته ما بسمعش ناس كتير بيتكلموا عليها, بس الساوند تراك بتاع اب سبيشلي في الانترنس في البدايه بتاعتها اتس اميزنج, اكتر حاجه هارت بريكنج في المشهد البداية بتاع اب الساوند تراك وهو بيمشي من تشيرفل وانك سعيد وانت بتاع للفيرجن بتاعته السبدود الحزين اكتر في نهايه حياه الي. ما تتخيلش ان بيكسار ممكن يجرؤوا ان هم في خلال اول ربع ساعه يحببك في كاركتر وبعدين يموته. وبالمناسبه لو انت رحت دلوقتي على اليوتيوب وكتبت بس السيكونس البدايه ده موجود منه نسخه من بيكسار ذات نفسها, بس حاطين الستوري بورد مش الفيلم ذات نفسه مش الانيميشن, بس الستوري بورد على نفس تراك. انت عارف ان في بدايه اليمنتلز في شورت ستوري من عالم اب؟ كنت لسه عايز اتكلم عليه, كنت لسه عايز اتكلم عليه, بهدلوا اللور بهدلوا اللور كامل بتاع اب بهدلوه مان. بس لا انا مش عامل ده ان هو كانن, ده مش كانن, مش هينفع. انا دلوقتي افتكرت حاجتين اب يشكر فيها او ينسب له الفضل فيها في جرأته. مش بس ان هو حببك في شخصيه وموتها في اول 10 دقائق في الفيلم, ده موت الفيلم. ما حدش تاني بيعملها دي, يحطوه في صندوق ويسيبوه ما اعرفش يعملوا, المهم بيحصل له حاجه بس ما بيموتش. اب موت الفيلم. ما في انكريدبلز موت الفيلم. لا السيندروم السيندروم مات. انا ما افتكرش, انا مش فاكر خالص مع الولد, والولد راح مولع فيه ونزله مش فاكر. نو اوكي معنا. فاحنا في مفاجاه مجمعين, يعني مش مفاجاه ان بس اب هيكسب توي ستوري, ده احنا مجمعين على ده. غريبه بس منطقي. والمباراه اللي هتاهل لنا الضلع الرابع في نصف النهائي, والي يقابل مونسترز يونيفرسيتي. وولي متوحش. وولي ستيكينج ذا ستوري. ومعانا واحد على الترابيزه اصلا شايل جرادج تجاه. ما انا مش هعمل حاجه, فاهمني؟ انتوا اللي دفعتوا عليه عشان يقدم, فاللي هو قول لي بقى هو ليه حلو قدام وولي. لا ما يقفش قدام, ما يقفش قدام وولي ابدا. ايزي ماتش؟ ايزي ماتش. واو واو ربع نهائي 2007 2007 8 9 1 التوي ستوريز كلهم خرافة. انا كنت متخيل ان احنا هنوصل لنص النهائي ومعانا ان لم يكن الاربعه توي ستوري مثلا. لا لا لا. والاربعه غصب عني. لا لا لا, انا بالنسبه لي لو كان في حد هيتقدم كان هو توي ستوري 3. ان هو الافضل من الثلاثه. بس توي ستوري 3 لبس في اب في دور في اول دور يعني. راتاتوي ومونسترز انك ماجنم اوبس بتاع بيكسار. انا مش عارف انا عايز مين يكسب. السؤال, التوقع بتاعكم اللي انتوا كتبتوه, الفيلم لسه موجود ولا ماشي؟ لسه موجود. لسه موجود. لسه موجود. ماشي. نعم. شيت الله يرحمه. anyway هذا تطوي ولا مونسترز انك من كل ناحيه من كل ناحيه من كل ناحيه
ستوري وايز، عالم وايز، الحاجه اللي ممكن اديها لمونستر زينك اوفر بيكسار هو العالم. بس من ناحيه كاركترز الاثنين فيهم كاركترز كوركي حلوين، بس الكاركترز بتاعت راتاتوي انتريجينج اكتر. هم انتريجينج بس انا الصراحه انا ايموشنلي اتاتشد اكتر للكاركترز بتاعت مونستر انك. انا مايك وازاوسكي وصالي وبو، انا كنت انا زعلت لما الفيلم خلص، انا كنت عايز ابطل من العالم ده. ولما سمعت ان مونستر يونيفرسيتي كان هينزل كنت عايزه ان هو يبقى سيكول، بس ما كرهتش ان هو كان بريكول الصراحه. مونسترز انك مقدم ميم بتستخدم في سياقات مرعبه بتاعه الشخص القنوع. طلعت في التلفزيون، دي هي السيمبوليزم للشخص القنوع باي حاجه. انا تيم مونسترز انك. واو، هو الفوت نزل عليا. عارف ايه اكتر لاير بحبه في مونسترز انك يتفوق بشكل واضح؟ مش انهي لاير، انهي فصل بالتحديد؟ فصل الادفنتشر. الخيال بتاع وهم في حرب الابواب. وده صراحه لازم اعترف ان ده شيء بيكساري اكتر. لو احنا بنتكلم افضل فيلم بيكسار، الثيرد اكت بتاع مونسترز انك حاجه بيكسار فيها الروح بتاعه بيكسار واضحه. مونسترز انك من الامثله اللي الفيلم فيها ما ماتش. راندل بعتول للمكسيك ولا مش عارف الحته الصحراويه ديت وخلاص. هيمالايا، مرحبا في الهيمالايا. الهيمالايا اللي كانت فيها تلج. اه لا 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 لا، راندل ما رموهوش كده. صح، رموه في حته شافوه قالوا برص. ايوه وقعد يتضرب من فوق ويتغير. يس، متفقين ولا في حيره؟ انا مونستر زينك ماشي، مع ان انا كان صوتي يروح لراتاتوي بس لا، انا بالنسبه لي كانت 50-50. ممكن اقول لك 50-50. الاربع افلام دول كلهم من الماستر بيسز بتاع بيكسار، ليهم ارجيومنتس كتيره هنزعل كده في اي فيلم راح منهم، فهو للاسف يعني هيكون في زعل كتير. ابوالي، تسمحوا لي اقول لكم ان ده تقريبا نفس الماتش اللي فات. العالم المتخيل، الكاركترز اللي مش هيومن، الحاجات دي كلها مقابل حاجة اكزاجريتد طبعا، مبالغ فيها، ولكن في الاخر في حياتنا العادية. In a sense In a way اوكي. دي صعبة سنة، وده فضل واري. هو يعني اب ابن الذين هيدخل كل ماتش يفكرك بالاوبننج سيكونس بتاعته. لا بس هي الاوبننج سيكونس بتاعته هي حلوه، بس برضه احنا كنا لسه متكلمين على الاوبننج سيكونس بتاعت واري. الاوبننج سيكونس بتاعت واري مش حاجه يعني مش سهله خالص، وصادمه وتفصل. يعني هو بيراهن على انك هتشوف اللي انا مفتتح بيه وهتفضل تكمل. في ناس ممكن تفصل تقول لك انا مش قادر على الكلام ده. ولو هنتكلم برضه على الساوند تراك بتاعت اب، الساوند تراك بتاعت واري تقارن ممكن تكون احسن منها بكتير. انا مش فاكر اسمه، ومش واسمه ايه ده، مش شبه السيتنج بتاعها. يعني انت بتتكلم على مزيكا كلاسيكيه ستيناتي خمسيناتي بتاعت ميوزيك بتاع ديستوبيان فيوتشر. الادفنتشر لاير جبار، بس الادفنتشر لاير هنا برضو خطير. الثيرد اكت بتاعت الفيلمين كمان كانوا حلوين قوي. انا شايف ان انا مش عارف لو تتفقوا ولا لا، بس انا شايف ان الثيرد اكت بتاعت والي كان برضو كانت حلوه قوي. هو الواحد بيفكر فيها دلوقتي قد ايه الفيلمين دول قريبين من بعض. قوي قد ايه الفيلم. يعني لو هنتكلم في اب، الفيلن بتاع اب كان عنده السايد كيك بتاعه اللي هو الكلب، بس الكلب انقلب عليه وبتاعه وساعد البطل بتاعنا. في والي الفيلن اللي هو كان الروبوت وكان قبطان السفينه، بس قبطان السفينه انقلب برضه على الفيلن الاساسي مع البطل، فاللي هو في حاجات كتير متشابهه بين الاثنين. ف هتتحط لايه في الاخر؟ انت كل مره بتفوت متاخر و... لا لا لا، انا مش هفوت متاخر. انا ما يفوت جوست والي، انا هفوت والي. واو، انا هفوت والي. I want والي to win so bad. وات ازنقه، انت عايز والي يكسب الحاجه كلها؟ هنشوف ساعتها. انت سلمت نفسك بدري. انا كده اوت اوف ذا جيم من فتره، من تقريبا من اول راوند وانا اوت اوف ذا جيم. فقشطه، مفيش مشكله خلاص. وحتى انا متفرج على اب ريسنتلي، بس لو اتحطوا الاثنين قدام بعض، والي هاز ا بيجر امباكت، عنده تاثير. انا كلامي على والي النهارده، انا عايز اتفرج على والي تاني. انا لازم اتفرج عليه ضروري. ممكن نعمل كده عادي، خلاص نخلص ونفتح والي نتفرج عليه. فاكر انت فاكر ان احنا قفلنا والي الجيم؟
انا من كتر ما كنت احب الجيم بتاعته على البي اس 2 كانت اجمد جيم لعبتها على البي اس 2 الصراحه، انا كنت بموت فيها. محمد قفلها وانت متخيل في 2008 هي الفيلم الجيم ممكن تكون جبناها في 2010 2011 يعني كان عنده 8 سنين مثلا حاجه زي كده. واو انا اللي انا قفلتها كانت لعبه راتاتوي على البي اس 2 على البي اس 2 لسه فاكرها لحد دلوقتي. مونسترز انك ضد والي النهائي، مونسترز انك ضد والي. انتوا مش متخيلين ساعتي ان احنا معناش توي ستوري. مؤسف ان والي ملوش نسخه مدبلجه محترمه، ما شفتهاش ما اعرفش شكلها عامل ازاي. هو بس هو برضه لو هنتكلم نسخته المدبلجه جباره. هي الكلاسيك، هي محمد هنيدي، هي المارد وشوشني، هي انا طلعت في التلفزيون، كل حاجات الحاجات الايكونيك طلعت منها. عفن الليالي البرفان بيطرق ريحه عفن الليالي. انا اي ثينك ان انت التوقع بتاعك مونستر زينك وهو التوقع بتاعه والي، واي ثينك ان انت في الموضوع ده. انا ما اقدرش ايوه ما تمت ايوه ايوه بت دونت ابروف اور ديناي، انا ام جاست gonna انجوي ذا شو. ذس از ا فيري فيري جود فيلم. ذس از ا فيري سيريس فيلم. فيلم 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 بس ذس از ا فيري بيكسار فيلم. ما برضه ما احنا مش ذا بيكسارست اوف ام اول. والي انت ممكن تتفرج عليه ولو ولو خبيت منك البيكسار ما تتوقعهاش. مش تقليل من الانيميشن بس هو عالم عالم غير العالم. هو ممكن تشوفه في انيميشن، ممكن يطلع من اي من ستوديوز انيميشن اللي كانت بتعمل افلام انيميشن ساعتها. دريم ووركس كان ممكن يطلع منها والي بجد، والاليومينيشن حتى لو من كتر الافلام الجوكس اللي هم بيعملوها كان ممكن يطلع منها والي. نعم الاليومينيشن طلع والي ازاي؟ اوكي دريم ووركس ممكن تطلع والي. الاليومينيشن ما عندهاش ولا فيلم واحد عدل، ولا فيلم واحد ممكن يقرب منه. مش ازمه ريو ما عجبك؟ ريو كان فيلم مش لازم نتكلم فيه دلوقتي. ماشي ريو بتاع البرغماء. اه دي حوار تاني مليون ما دخلش فيها. انا لغايه دلوقتي ملخبط التوي ستوري. بس احنا لو هنتكلم فيه ان هي والي ككلتشرال امباكت از ا فيلم فيرسز لا مونسترز انك كان عنده كان عنده تاثير ثقافي اكبر بكل تاكيد. انت كده ده ما ينفعش يكون ماتريك، ما ينفعش يكون ماتريك الكالتشرال امباكت. ماشي احنا الليستة بتاعتنا افضل فيلم بيكسار. انا حاجة حاول اقارنها بطريقة تانية، السيريسنس از ا فيلم بتاعت والي فيرسز الايموشنال درايف بتاع مونسترز انك. صح. اني واحد فيهم فيلم ماتريك بتاعه احسن من التاني؟ هل والي كفيلم سيريس اكتر بيديك الانطباع ده اكتر من الايموشنال امباكت بتاع مونسترز انك؟ هو والي كمان ناحيه سيريسنس، لا والي فيلم سيريس بكتير. والي بيخليني اقعد افكر يا لهوي مستقبل البشريه هيكون عامل ازاي، يا لهوي ايه اللي احنا هنوصل له، هل في يوم من الايام فعلا هنبقى في مصيبه كده، يا لهوي ده الروبوتس بقى عندهم مشاعر مش موجوده عندنا. وفي نفس الوقت هو بيديك هوب ان احنا ممكن حتى لو وصلنا للوضع ده ان احنا ممكن there's a light at the end of the tunnel. جميل. من ناحيه الايموشنال امباكت في الستوري، مونستر زينك من اجمل القصص اللي ادعى بالصداقه اللي مش منطقيه. اتنين مش منطقي خالص ان يكون في ما بينهم اي نوع من الصداقه، ولكن اتكونت الصداقه دي ما بينهم، ما بين بو ما بين صالي. فدي حاجه جدا بيكسار، جدا بيكسار. الانكاني بيرنج ده يعني مثلا ممكن تتكلم ان برضو الاختلاط الغريب اللي موجود بين شخصيتين موجود هنا في والي، ما بين ايفا ووالي. ها لما والي كان هيموت في الاخر الربع ساعه تلت ساعه اللي هو احنا ما كناش عارفين لو والي كان هيرجع ولا لا، انا كنت زعلان قوي. عمال افتكر السيكونس لما كلهم ساهموا في انهم ينقذوه بالنهايه بتاعت ايف لما ضربت البتاع علشان السولر بانل بتاعته تتشحن. وتعايشك مع ان الاجواء بتاعتنا اجواء جد ما خلتكش تستبعد ان هم يموتوه. يعني انا بقيت متقبل فكره ممكن يموتوه فعلا. السيكونس بتاع الرقصه يا جماعه، السيكونس بتاع الرقصه ده هو اولا في جوه وفي بره، يعني هما كانوا بره دوينج ذا دانس وجوه كان الكابتن بيكتشف العالم. ده اول مره كل شويه بيقول لك وات از دانس، وات از معرفش مين، وات از بيتزا. كان في بارلل قوي في اول اكت بتاعت والي بالثيرد اكت بتاعت والي في البدايه لما والي كان بيحاول يرقص مع ايف في البدايه لما هي كانت لسه ستويك شويه وما كانتش بتمد انطباع ايموشنال او حاجه زي كده، فيرسز في الاخر
لما الرولز دي كانت ريفرسد والاول لما وولي كان اشتغل لما رجع ستيف وكان رجع ستيف مش فاكر واي حاجه والميموريز بتاعته كلها وايبت وكان ان اول انتس بيربز هو كان ايف في بدايه الفيلم وايف كانت وولي في اخر في بدايه الفيلم عمري ما فكرت فيه البارلل ده كان بارلل عظيم الصراحه فوتنج تايم وولي هتكسبوه وولي تو ذا وين يا جماعه افضل فيلم واحسن فيلم في عالم بيكسار بالكامل كما تم التصويت له بمعرفه مسابقه دور ال16 رائع حنا موعد الكشف طبعا اي هاد فن لا انا صراحه انا اعترف من البدايه صراحه انا شخص بحب انت في واحده زعلت فيها قوي فواضح انها كانت توي ستوري 3 ايوه انت خسرت في تاني ماتش ما بالظبط بس عشان اكون واضح انا كنت هكتب كوكو لان كوكو بالنسبه لي افضل فيلم بيكسار انا بحبه تمام أوكي. بس قلت ما اظنش ان كوكو هعرف افوزه او كده كده اوتوماتيك هيتنقل فهيطلع بدري فانا توقعت ان توي ستوري هو اللي هيتنقل كان في اول ماتش المونسترز يونيفرسيتي انت كنت محموق فيه قوي كان بيلعب مين افتكرت من البوت بتاعه انكريدبلز نيمو لا انكريدبلز انا تخيلت انك كاتب دي انكريدبلز بريت راتنر هو المخرج بتاع بريت راتنر صح ماتش يا يمكن وانت اتس اوبفيوس دلوقتي انت كاتب وولي من الاول يا منطش وولي لا انا وولي عندي بشكل عام بس ما حاولتش ابين ده في مكانة تانية فوق اي فيلم انيميشن في الانتاج الامريكي تعال نقول يعني ماليش دعوه بالحاجات التانية ديت ليها مقاييسها وليها حوار كانت حلوه الحلقه اميزنج كل الناس استمتعت بوقتها اي هاد سو ماتش فن نورتنا يا مستر محمود كالعاده شكرا نورتنا يا مستر محمد وان شاء الله باذن الله لو الناس عايزه تشوف محمد تاني يقول ولو انت شفت الكومنتات لقيت ناس بتتكلم مع مش عاجبها ولا بتاع معلش انا عندي 19 سنه احنا مش هنرجع زمان يعني ما اعرفش برضه بحافظ على الموضوع انت فاهم الاودينس انا يعني. وانتوا فاهمين المفروض تكتبوا ايه صح فقشطه متفقين الف شكر ليكم ميرسي جدا يا ريت تلعبوا لعبه احسن افلام بيكسار ولو عايزين تعمموها الانيميشن حسب القعده بتاعتكم اعملوا دور ال16 وقولوا لنا في الاخر مين اللي كسب في التعليقات الف شكر ليكم جميعا باي باي